في السادسة من العمر بدأ القارئ السعودي محمد عبد الكريم حفظ القرآن الكريم في الحلقات القرآنية برعاية وحرص من والده، ليتم حفظ القرآن كاملاً في التاسعة من العمر، وليبدأ مسيرة طويلة في التعلم على يد كبار مشايخ الإقراء في مدينته الرياض، ولينطلق في إمامة المصلين بعدد من مساجدها قبل أن يستقر به المقام في مسجد سوق طيبة، أحد أشهر الأسواق في العاصمة السعودية الرياض. بدأت رحلتي مع القرآن من أول سنة دخلت فيها المدرسة. والدي جزاه الله عنه خير في عام 1408 تقريبا 7، والدي دخلني في مدارس تحفيظ القرآن التعليم العام، وهي مدارس لها حصص إضافية في القرآن الكريم. فمن تلك المرحلة بدأت علاقتي بالقرآن الكريم والاهتمام به، ثم تدرجت المراحل من الابتدائية إلى المتوسطة. في نظام التعليم ننتهي من المتوسطة نختم القرآن الكريم، الثانوي كل سنة نراجع 10 أجزاء، وكذلك درستها في الثانوي لين تخرجت منها، وقد ختمت القرآن 3 ختمات، ختمتين في المدرسة وختمة في حلقة التحفيظ. الحقيقة أن في المرحلة الثانوية من الله عز وجل علينا بمقرئين أكفاء، تشكر الدولة على استضافة قراء عظيمين مثال الشيخ أحمد خليل شاهين قارئ في إذاعة القرآن الكريم ومجود، والشيخ محمود عمر سكر، وهذول درسوني في الثانوية وهم مقرئين أكفاء ومعهم قراءات ودرسوني القراءات، فحببونا في 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 التعمق في علوم القرآن والقراءات. وكذلك كان عندنا منهج في المدرسة علم القراءات وعلوم القرآن. من تلك اللحظة ومن وقفة الشيخين معنا شيخ أحمد خليل شاهين وشيخ محمود عمر سكر انطلقت هذه العلاقة. كنت أقرأ ذات يوم في الإذاعة الصباحية، وما كان لي ارتباط يعني قوي بأني أطلع في على الميكروفون وأقرأ، وكنت في المرحلة في ثاني ثانوي. كنت أقرأ فخرج أحد المعلمين بعد قراءتي وأعطاني كلمة تربوية عززت هذه الثقة في النفس، عززتها. فوقف أمامي أمام الطلاب قال أنت قارئ المستقبل. هذه الكلمة كان لها وقع في قلبي عظيم وخلتني أتوجه حقيقة لها التوجه، ومنها بدأ التطوير في القراءات. اهتميت بالقراءات، اهتميت بشيء من الترتيل، اهتميت بالاستماع إلى قراء كبار مثل الشيخ المشاوي والحصري وغيرهم من المشايخ وأئمة الحرم، فتطورت هذه القراءة مع الاهتمام بالأداء الحقيقي للتجويد. الحقيقة أنا تأثرت في البداية بشيخي شيخ أحمد خليل شاهين، وهو مقرئ وقارئ وصوته ندي وجميل. كان قبل أن نبدأ في الحصة كان يرتل علي على مسامعنا آيات تحرك الأشجان، فتأثرت به كثيرا وأحببت تلاوته ولا زلت أستمع إليه. لكن مع تقدم العمر يتغير الذوق وتتغير ذائقة الأذن، أحببت دائما أسمع الشيخ سعود الشريم، الشيخ مشاري العفاسي، الشيخ وقراء مصر كذلك الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري، أسمعهم كثيرا، وكذلك بعض القراء الذين في المساجد حول بيتنا قراء المتميزين، وأصبحت أميز القارئ المميز من غيره في تجويده ومخارج حروفه، فكنت أختار الإمام المميز، ومن ضمنهم كنت أصلي، وكان هو من يعني معنا في نفس المدرسة، كنت أصلي معه إمام الحرم الآن الشيخ ياسر الدوسري، الدكتور ياسر الدوسري، فكانت تلاوته ندية وتجويده ومخارج حروف تجذب الأذن وتريح القلب، فكنت أصلي معه وكان إمام من صغره ما شاء الله، إلى أن يسر الله عز وجل وصلت عمري 20 سنة وتقدمت إلى إمام المسجد، قدم عليها 12 إمام وتم اختياري من بينهم، وهذا كان عام 1423، ومن ذلك الحين وإلى الآن أنا إمام مسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة
قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. الحقيقة أن القراءات الأذن دائما تعشق الجميل، والاستماع ذوق مثل الطعم، مثل اللون، مثل تراكيب اللون وتراكيب الرائحة، مثلها مثل الاستماع. حقيقة التنوع في القراءات في الجزيرة عندنا هنا أحدث شيء من التميز للقراء، فتجد القارئ من نجد لكنه يبدع في القراءة الحجازية، وتجد القارئ من الحجاز وهم أهل المقام الحجازي فيبدع في القراءة النجدية، وكذلك القراءة على مقام الكرد واللي هي القراءة العراقية وأهل مجرة. هذا التنوع في والتطور في الاهتمام بالتغني بالقرآن جعل القارئ أو الإمام يحاول أن يمزج بين مقطع القرآن وما يناسبه من ترتيب. فالقارئ المتميز هو الذي يستطيع أن يجعل المقطع القرآني مناسب للمقام الذي يقرأه. فالتأثر مو بشكل بمدرسة معينة، لكن الأذن بالنسبة لي أنا الأذن تعشق القراءة الحجازية، أعشق الاستماع لها رغم أني لا يعني ما أستطيع قراءتها جيدا، لكني أستمتع وتجذب سمعي. هناك قراءة نجدية وقد اشتهر مقطع للشيخ محمد أيوب رحمه الله بقراءة نجدية قرأها في الحرم النبوي لما أيام كان إماما في الحرم النبوي رحمه الله. والقراءة النجدية طبعا هي ليس لها علاقة بالمقامات أبدا، لكنها ثقافة اشتهرت في قراءة أهل نجد. وعلى سبيل المثال من القراءات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. القارئ بادئ ذي بدء لا بد أن يستشعر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عظيم وفيه ترغيب وترهيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم قارئ القرآن. ليش؟ إنما قرأ ليقال إيش؟ يقال قارئ. وهذه المحك الحقيقي للإمام، هذا المحك الحقيقي للإمام. فالإمام عندما يوافق نية صالحة سيجد قبول، وعندما توافق نية سيئة لو كثر عليه الناس إنما هو هباء منثورا. هذا أهم نقطة عند القارئ. ويقول ابن القيم: رب عمل صغير عظمته النية، رب عمل عظيم حقرته النية. بالنسبة لاحتشاد الناس عند القراء، أولا هذه ميزة ونعمة أنك ترى أثر هذه العبادة العظيمة وترى أن المجتمع لا زال بخير.
رغم محاولة تشويه صورة المجتمع وأنه أبعد عن الدين، لا لا، إذا في العالم العربي كله لما ترى المساجد وكيف الشباب قبل الشيب يجتمعون لأداء الصلوات هذا يثلج صدرك، واجتماع الناس عندهم حقيقة يفرحنا، لكن احتشاد الناس عند القراء إنما هو تحكمه مسألة الذوق والمسجد وتهيئة المسجد والمكان والأصوات صوت المسجد وبرودته ومكانه وتهيئة مواقف له وتنظيم السير فيه، كلها هذه تخدم القارئ الذي يقرأ القرآن، بالإضافة إلى حسن الترتيل وحسن التجويد وحسن الخشوع. يواصل القارئ محمد عبد الكريم تحصيله الأكاديمي لنيل شهادة الماجستير بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب دون أن ينقطع عن تعلم القرآن الكريم وعن المشاركات في الحلقات والأنشطة القرآنية المختلفة في الرياض، بالإضافة إلى إشرافه على حلقات تحفيظ القرآن الكريم للناشئة. لا شك أن المسابقات تخدم الأمة في قضية مهمة، وهي قضية إتقان القرآن وليس حفظ القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عندما يتقدم للإمامة قال أقرأهم لكتاب الله ولم يقل أحفظهم، فهو الإتقان عندنا مهم قبل الحفظ، الإتقان المعرفة الآيات وتفسيرها ومعانيها والعمل بها، ومن ضمن ما يحفز على هذا المسابقات، فتخرج لنا جيل متقن لكتاب الله عز وجل أولا، ثانيا يرشح للإمامة من هو أهل، فنخرج أئمة أهل للمحراب، للأسف بعض المساجد أئمتها لا يتقنون حتى الفاتحة، الفاتحة لا يتقنون قراءتها، تجد فيها لحن جلي ولحن خفيف في قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، فهذه المسابقات تخرج لنا جيل متقن، أئمة متقنين، وكذلك يطبق عليهم قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحفظ والقراءة والتعمق في علوم القرآن وفي علوم الشريعة هي مرادفة لبعضها، لا شك أن التعمق والقراءة والاستزادة تجعل القارئ وهو يقرأ كتاب الله عز وجل يفهم المعاني، بفهم هذه المعاني يستطيع بتلاوته أن يؤثر على المأموم، يستطيع مسائل الوقف والابتداء، مسائل الغنن، مسائل أحكام البسيطة في التجويد، الإشمام، الغنن، الإمالة، المدود، كلها هذه مهمة جدا للقارئ. لن يأتي قارئ لا يفهم معاني القرآن الكريم يستطيع أن يؤثر في من خلفه أبدا. اهتمامك بهذه العلوم وهذه الفنون العظيمة يجعل لتلاوتك أثر على نفسك ثم أثر على المأمومين. دائما القصص في القرآن لها عبرة، لها تأثير، والله عز وجل أنزل القصص على النبي عليه السلام سلوان له وتصبير له، لذلك سبحان الله تجد غالب الأئمة والقراء عندما يمرون بقصص الأنبياء تجد لها تأثير على المأموم، قصة نوح مع ابنه، قصة يوسف مع إخوانه، قصة موسى مع فرعون، وهكذا فيها سلوان وفيها تبصرة وفيها حكمة وفيها توعية للداعية كيف يتعامل مع مواقف الاجتماعية والحياتية مع من يوافقه ومن يخالفه. بالأمس نقرأ في سورة هود قصة نوح مع ابنه، الموقف عندما يقرأها توقع حتى المخرج والمصور يستطيع تصوير هذا المشهد، مشهد مصور كامل ومؤثر، لا حوار ولا وصف من 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 إبداع الله عز وجل وإعجازه في هذه الآيات. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء
أردت النور. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. القرآن الكريم سريع الحفظ لكنه سريع التفلت، ومراجعته والاهتمام به هي من أهم سمات القارئ، أن يكون له وردا يوميا للمراجعة. لكن كيف يبدأ من يريد أن يهتم بهذا القرآن؟ أولا أن يكون عنده عزيمة، لا بد أن يكون عنده عزيمة وصبر حتى يقرأ القرآن من الدفة إلى الدفة. ثانيا أن يعرف من يقرأ عليه القرآن، ليس كل من جلس للقراء أهل لذلك، لا بد أن يعرف على من يقرأ القرآن، يختار الشخص المناسب الذي إذا قرأ آية يشرحها له، إذا قرأ معنى بينه له، إذا أشكل عليه معنى بسطه له، إذا أخطأ علمه بأسلوب مناسب، بحيث أنه إذا انتهى من حفظ كتاب الله عز وجل انتهى وهو عنده علم شرعي وليس حفظ كتاب الله عز وجل، بل هو يفهم القرآن ويفهم تفسيره وأسباب النزول وأحكام التجويد وهلم جرى. إذن قلنا العزيمة والصبر واختيار المقرئ المناسب، ثم بإذن الله عز وجل مع الممارسة والمدارسة والاستمرار سيجد نفسه في سنة، بل هناك نماذج في 6 أشهر أتقنوا ولم يحفظ القرآن، أتقنوا القرآن لكن استمروا على الحفظ، استمروا عليه، وهو حقيقة يسير على من يسره الله عليه. عندما يواجه نية طيبة ونية حسنة وعزم سيجد معونة من الله عز وجل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك.